اتهم النائب عبد الكريم العطان مجاميع من ميليشيات الحشد ترتدي زي الشرطة الاتحادية باختطاف 90 مدنيا من قضاء الكرمة شمال شرق الفلوجة. وعبر العطان عن قلقه من الأبعاد الطائفية التي تنتهجها تلك الميليشيات في معركة الفلوجة، متهما إياها باختطاف 1200 رجل من نازحي الأنبار عند معبر الرزازة قبل 3 أشهر. وطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل لمعرفة مصير المختطفين.